تشكلت حمرة الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على وفق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيرة تشرق صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن لجنة التحكيم انتهت من تحكيم احد الاشواط هذا الصباح الشوط المميز شوط قوي للغاية الشوط الذهبي على بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرة الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها حضورنا الكريم في هذه اللحظات لحظات استثنائية لإعلان نتيجة شوط الذهبي شوط السيارة بحضور صاحبة السمو السيدة عليا بنت ثويني بن شهاب الموقرة رئيسة جمعية المرأة العمانية بمسقط أهلا وسهلا بهذا الحضور المميز فيسعدنا كل السعود في هذه اللحظات أن ندخل بعرض الهجن الفائزة في المراكز الخمس الأولى في شوط السيارة في شوط الذهب في شوط التتويج في شوط التحدي أن هناك انتقال ملكية انتقلت ملكية عزة في الشوط انتقال ملكية انتقلت ملكية عزة الموجودة في الشوط تحمل رقم 6 من هلال بن حمد بن خلفان المعولي إلى صاحبة السمو السيدة عليا بنت ثويني بن شهاب نبارك لها بهذا الحضور وبهذه الذلول العملاقة
احد اسطورات الهجن العمانية. المركز الخامس، الله الله الله، الخامس تحمل رقم 7 الظبي لعبد الله بن علي بن سالم الحوسني من ولاية الخابورة. المركز الرابع رقم 1 مصيحة لسعود بن حميد بن سالم المنعي من ولاية السويق. أما المركز الثالث وذهب المركز الثالث مع الوطن، مع غالب بن سعيد بن علي الرشيدي، تحمل رقم 4 أما المركز الأول والثاني بين عزة وذيبة، ذيبة الحوسني الشيخ فيصل بن فهد بن سلطان الحوسني، وعزة صاحبة السمو السيدة عليا بنت ثويني بن شهاب. الله الله الله، الذيبة تحمل رقم 2 وعزة تحمل رقم 6. وين السلامات؟ وين الوشاح؟ وين الزعفران؟ المركز الأول إلى وين؟ إلى وين الوشاح؟ إلى وين يغادر؟ إلى الذيبة ولا عزة؟ عزة ولا ذيبة؟ ذيبة الحوسني وعزة هناك صاحبة السمو. الله الله، سلام سلام سلام، الذيبة ولا عزة؟ عزة ولا ذيبة؟ عزة ولا ذيبة؟ الجمهور وين؟ ترشيح وين؟ رقم 6 ولا رقم 2؟ سلام، المركز الأول يغادر بحفظ الله ورعايته والناموس صاحبة السمو. المركز الأول مع عزة للسيدة صاحبة السمو السيدة عليا بنت ثويني بن شهاب، حضور مميز وترشيح مميز. أما المركز الثاني وكانت تحمل رقم 2 الذيبة للشيخ فيصل بن فهد بن سلطان الحوسني. هكذا كان الإبداع، هكذا كان الحضور. تهانينا والناموس لصاحبة السمو السيدة عليا بنت ثويني بن شهاب، والتهنئة إلى المبدع والمضمر هلال بن حمد بن خلفان المعولي من وادي المعاول. حلم عز البلاد وصانها بوذل يزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها. رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على وفق العلا بنيانها. رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها. هذه عمان العرب راس الهمة، شمس الجزيرة تشرق بشطانها، وهذا احتفال اليوم يعطي صورة. تشكلت حمرة شجعانها. واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها. تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه ثمانها. بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها. تشكلت حمرة وتزينت الأعلام في ميدانها.
تشكلت حمر الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على أفق العلا بنيانها فرجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيرة تشرق صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه اثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على أفق العلا بنيانها فرجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهد بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكرام في هذه اللحظات نصل بكم إلى إعلان نتيجة شوط الفضي شوط الحول ومباشرة إلى المركز التاسع بسبب حضور 9 من المشاركين في هذا الشوط ونقول ألف مبروك للمركز التاسع حاملة الرقم 11 أسياد عبد الله بن علي بن بخيت السناني من الخابور وعزبة أسياد ألف المبروك والمركز الثامن اختار حاملة الرقم 14 الضبية عبد الله بن احمد بن راشد البادي من صحم المركز السابع حاملة الرقم 18 سرابة مالك بن فهد بن خميس السناني من ولاية صحم والمركز السادس حاملة الرقم 10 غية سليم بن سعيد بن سالم البادي من صحم الف مبروك والخامس اختار حملة الرقم 20 مصيحة نصر بن خليفة بن سالم السعدي من ولاية السويق المبروك والرابع اختار بقرار لجنة التحكيم حملة الرقم 19 رحاب الوليد بن عبد الله الغافري من ولاية عبري إذن يتبقى أمامنا المثلث الذهبي الذي دائما ما يتوج بأوشحة هذا المهرجان وبمادة الزعفران في شوط الدرع شوطنا الثاني إذا نعلن نتيجة المركز الثالث وأحد أضلاع المثلث الذهبي يتوج بالوشاح البرونزي في هذا الشوط ألف مبروك لمالك هرمز الشيخ سلطان بن خالد بن سلطان الحوسني من ولاية الخابورة كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها والناموس ووشاح هذا المهرجان سمحة ولا عزايم سمحة ولا عزايم المالكي المالكي ولا رشيدي ألف مبروك والناموس والسلام ووشاح هذا المهرجان والناموس عزايم ألف المبروك عبد الله بن سعيد المالكي بمناسبة هذا الفوز في هذا الشوط
الرجالة وفق العلا بنيانها فرجالها مثل الجبال. المركز الثاني سمحة غالب بن سعيد بن علي رشيدي من ولاية بركة حاملة الرقم 2 حضور مميز في هذا الشوط. ألف ألف مبروك للأخوة الفائزين في هذا الشوط. وفق العلا بنيانها فرجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها. هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيرة تشرق بشطانها. وهذا احتفاء لليوم يعطي صورة عن ماضي أجداد الرفيع شانها نقوى لصايل الجمايل. إذن في هذه اللحظات معنا عبد الله بن سعيد المالكي مالك عزايم بطلة هذا الشوط. بداية عبد الله نرحب بك في مهرجان حمر الدروع. ألف ألف مبروك. كيف تابعت المهرجان وكيف تتابع أيضا هذه الفعاليات في حمر الدروع؟ يا مرحبا جزاكم الله خير ومشكورين والحمد لله رب العالمين. وهذا ناموس دائم إن شاء الله من عزايم وعزايم والله ثنية ولكن يحست وخلينا في الحول والحمد لله رب العالمين. توفيق من الله ونشكر الشيخ حمد المطر على الدعم وعلى التنظيم الطيب وبيض الله وجهه. أيضا حدثنا عن سلالة عزايم وعن إنجازاتها السابقة. والله عزايم طال عمرك أبوها الحاكم غير الشيخ سعود من قطر وأمي بنت مصيحان والعام ماخذ الأول بزايد الهقانة والسنة مشاركة في سويحان وياي سابع. نعم. إذن ألف ألف مبروك هذا الفوز والناموس لمن تهدي؟ والله هدي لها البركة كامل وكل المحبين وعلى النوامي دائم إن شاء الله كلهم. شكرا يا أبو حميد ومن ناموس إلى ناموس إن شاء الله. السلاطين الذي على نهج قبوس عن إحصانها رغم التعزم الاقتصادي والوربة تعلو بنيانها فرجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها. حضورنا الكريم عشاق أصالة والتراث عشاق رياضة الآباء والأجداد في هذه اللحظات أعلن لكم نتيجة شوط الحول البرونزي الشوط الذي أتى مكرمة من المكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي. المركز الثامن وتحمل رقم 12 بن شاهين لعبد الله بن علي بن بخيت السناني من ولاية الخابورة وعزبة أسياد. أما المركز السابع وكانت تحمل رقم 3 محاسن للوليد بن عبد الله الغافري من ولاية عبري. المركز السادس وكانت تحمل رقم 7 العاصمة لعلي بن راشد بن خميس السنيدي من الكامل والوافي. المركز الخامس وكانت تحمل رقم 16 الغزيلة لسالم بن محمد الريسي من ولاية لوا. المركز الرابع وكانت تحمل رقم 8 سرابة لمحمد بن هاشم بن صغير القريني من ولاية سويق. تهانينا والناموس على المركز الثالث والوشاح الثالث والتكريم والزعفران رقم 9 التي حصلت على المركز الثالث مكارم لعلي بن لراشد بن علي بن سعيد السعيدي من ولاية الخابورة. تهانينا والناموس. المركز الثالث اذهب إلى المثلث رقم الثالث يا أخوي. الله على المركز الأول. دولة ولا دولة ولا مهيبة دولة ولا مهيبة مهيبة ودولة يتنافس على لقب الفوز في الشوط البرونزي وتهانينا وناموس إلى 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 مالك مالك مهيبة تحمل رقم 5 ناصر بن سعيد المالكي
تهانينا والناموس. سلام إلى بركة سلام. أما المركز الثاني وكانت هناك دولة الزيدي، دولة أهالي أضنك. الله لهزاع بن خميس بن سالم الزيدي. هكذا كان التحدي، هكذا كان الإبداع. مهيبة أحمر رقم 5 لناصر بن سعيد بن حمد المالكي من ولاية بركة. وأما المركز الثاني وكانت دولة لهزاع بن خميس بن سالم الزيدي من ولاية ضنك. والمركز الثالث كانت مكارم تحمل رقم 9 لراشد بن علي بن سعيد السعيدي. ولا صاحي الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها، واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمه في ربوع اوطانها. تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه تثمانها. حضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها. تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها. في عامها السبع بأحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها. في ظل سلطان المكارم هيثام وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها. رغم التعزم الاقتصادي والوفاء تعلو على افق العلا بنيانها. رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها. هذه عمان العرب راس الهمة، شمس مركز رقم 11. اول مزاينة اذيع فيها رقم 11. رقم 11 اللي يحمل رقم 7 شاهين لخالد بن سعيد بن عبد الله السعيدي من ولاية عبري من الخدل. المركز العاشر في هذا الشوط اللي هو يحمل رقم 5 نواميس لفرهود بن هادي الهاجري من احد الاشقاء، والذي انتقلت ملكيته اليوم من السليمي. تهانينا والناموس على حصوله على المركز العاشر. أما من دولة قطر طبعا. أما المركز التاسع وكان يحمل رقم 6 شاهين لناصر بن محمد بن عبد الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشقاء، المركز التاسع. أما المركز الثامن وكان يحمل رقم 3 شاهين عمان لسلطان بن سالم الكلباني من ولاية عبري. أما المركز السابع، سابع المراكز، وكان يحمل رقم 11 اللي هو شاهين بن حليس لمطر بن سالم بن حليس العزيزي من ولاية ضنك. المركز السادس وكان يحمل رقم 1 سراب لمكتوم بن فهد بن حمدان العلوي من ولاية ينقل. أما المركز السابع الخامس، المركز الخامس وصلنا إلى شاهين يحمل رقم 2 لسعود بن علي بن أحمد الشهراني من دولة قطر. يحمل المركز الخامس رقم 2، والشهراني أحد الدائما المتميزين في عالم المزاينات. وسلام إلى دولة قطر إلى الأشقاء. أما المركز الرابع، الرابع برج صور يحمل رقم 4 لجاسم محمد الهاشمي من ولاية صور. وبرج صور أحد الزمول المميزة دائما بالنتائج القوية والمشاركة القوية، ولكن الشوط أقوى. شوط تنكر، شوط مميز. تنكر الماي إلى وين هدير الزمول، وشوط التنكر المثلث الذهبي التنكر إلى وين يغادر. تهانينا والناموس إلى مالك مياس يحمل رقم 9 عامر بن سعيد محمد المنصوري على حصوله على المركز الثالث من دولة الإمارات العربية المتحدة. والناموس والتنكر
التنكر يغادر بحفظ الله ورعايته، ونقول وداع من أرض حمر الدروع إلى فلي القبائل، إلى الدرعي، إلى مرعب الخليج، مرعب الجماهير، الشيخ خالد بن سلطان الدرعي اليابري. الله الله الله، سلام مرعب الخليج، سلام مرعب الجماهير. أما المركز الثاني، كنترول كنترول شوي، لا أعطي حق الإذاعة المراكز. المركز الثاني بالفعل كان الواعي لسعود بن علي بن أحمد الشهراني من دولة قطر. سلامي إلى الأشقاء على المركز الثاني وحصولهم على الوشاح المركز الثاني والتتويج بمادة الزعفران. هكذا مرعب الخليج ذهب بالتنكر إلى الباطنة. قلت لكم غادر، لكن ما غادر من السلطنة، غادر من حمر الدروع. تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها، في عامها السابع بأحلى طبع، في عز دار وفي درى سلطانها، في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها. بوذن يزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها، رغم اقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها، رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز. ذياب بن خالد بن سلطان اليابري الف مبروك. بدايه مرعب الخليج يعود مره اخرى للتالق والفوز كعادته. كيف تابعت مهرجان حمر الدروع؟ الله يبارك فيك يا اخوي. اولا اشكر اللجنه المنظمه ورئيس اللجنه المكرم الشيخ حمد المطر الدرعي والقائمين على تنظيم هذا المهرجان، وبيض الله وجوههم. كل سنة المهرجان في تطور ومن أفضل إلى أفضل، ونسأل الله لهم التوفيق والنجاح لهذا المهرجان. مرعب الخليج طبعا غني عن التعريف، كيف تابعت أنت هذا الشوط خصوصا فيه ما شاء الله متولفات نخبة الزمول؟ نعم، والقصور في الزمول الباقي يا مرعب الخليج أبوه شايم بن حمرو العامري وأمه بنت مياس شيبة، وإن شاء الله إنتاجه بيدخل بكرة وتقبل إن شاء الله. ما شاء الله. إذن هذا الفوز وهذا الناموس لمن تهدي؟ نهدي كل جمهور مرعب الخليج واللجنة المنظمة خاصة الشيخ حمد المطر الدرعي وابناء جمال باطن. إذن كان أحد الأبطال الحاضرين في هذا الشوط، ومعنا في هذه اللحظات زميلنا القادم من دولة قطر الشقيقة سعود بن علي الشهراني. أبو علي، بداية ألف مبروك حضور الواعي، كيف تتابع مهرجان حمر الدروع؟ بارك الله في أيامك، والله يطول عمرك. المهرجان ما يعلى عليه، التنظيم رائع والترتيب رائع. نشكر جميع القائمين على المهرجان، ونشكر رئيس المهرجان، ونشكر أهل عمان كلهم من سلطان الهيثم إلى العامل في الدولة. وبيض الله وجيهكم يا أهل عمان، أرض الأصالة، أرض الأبطال، أرض الكرماء، وفقكم الله دنيا وآخرة. شكرا جزيلا على الكلمات الجميلة، بيض الله وجهك. أحسن الله يحفظك. تشكرون تشكرون الله. تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها، في عامها السابع بأحلى طبع، في عز دار وفي درى سلطانها، في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها. بوذ اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها، رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها، رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها، هذه عمان العرب راس الهما، الشمس الجزيره تشرق بشطانها، صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها، واليوم في خير ونعيم وحشمة مكرمة.
الفاتح يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السبع بأحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها بوذي اليزن وابن السلاطين الذي قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما شمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا صايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي الزعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع ألوانها وتزينت الأعلام السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفاء لليوم يعطي صورة عن ماضي أجداد الرفيع شانها نقوى لصايل الجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع أوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غالية تثمانها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمر الدرع ألوانها وتزينت الأعلام في ميدانها في عامها السبع بأحلى طابع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد صانها بوذي اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على افق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تاتي العواصف ما تهز اركانها هذه عمان العرب راس الهما الشمس الجزيره تشرق بشطانها وهذا احتفاء لليوم يعطي صوره عن ماضي اجداد الرفيع شانها نقوى لصايل الجمايل كانت
يا معتلة فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمة في ربوع أوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غالية ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها ثلاثة تشاركنا الذيبة خالد بن راشد بن فاضل الدرعي عزبة المكارم بالرقم ثلاثة في هذا الشوط حاضر حضور قوي مشاركة أخرى من حاملة الرقم واحد مصيحة مطر بن سالم الدرعي أيضا المشاركة الأخرى من مخيفة بن ذيبان يمعى بن حميد بن ذيبان الدرعي بالرقم أربعة عزبة بن ذيبان وأيضا من عزبة بن ذيبان عزايم بالرقم اثنين أحمد بن حميد بن ذيبان الدرعي هكذا مشاهدين الكرام التنافس في شوط السيارة ألف مبروك للمركز الرابع وصاحب المركز الرابع والمركز الرابع بقرار لجنة التحكيم اختار حاملة الرقم واحد مصيحة مطر بن سالم الدرعي ألف المبروك حضور مميز وين الكنترول إذن مصيحة توجت بالمركز الرابع روح يا مالك مصيحة حاملة الرقم واحد إلى شبك رقم أربع يتبقى أمامنا المثلث الذهبي والذي تتكون أضلاعه من ثلاثي قوي من عزبة بن ذيبان ثنتين من عزبة المكارم وحدة عرقنا عليها قبل لحظات والمركز الثالث بقرار لجنة التحكيم اختار أحد القمم في هذا الشوط ألف مبروك لمالك المركز الثالث والوشاع البرونزي في هذا الشوط هناك حملة الرقم اثنين عزايم أحمد بن حميد بن ذيبان الدرع ألف المبروك حضور مميز في هذا الشوط وتوجت بالمركز الثالث وبالوشاع الوشاع أيضا أحد أوشحت هذا المهرجان والسيارة لا زال التنافس كبير هنا في أرضية هذا الميدان وفي شوطنا القوي والأوشحة حاضرة وين راح السلام وين راح السيارة وين الكنترول اليوم وين الكنترول اليوم إذن في هذا الشوط حضور مميز من عزبة المكارم وعزبة بن ذيبان مخيفة والذيبة مخيفة والذيبة وين الجمهور ما اسمع صوت صوت جمهور بن ذيبان وين جمهور بن ذيبان وين يا سلام الله حضور مميز في هذه الأمسية عزبة المكارم اسمع تحية 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 حضور مميز تفاعل مميز في هذا المساء والسيارة حائرة ما بين القمم السيارة حائرة ما بين القمم ونقول الناموس والسلام ووشاح هذا المهرجان والسلام سلام سلام لمالك مخيفة يمعى بن حميد بن ذيبان الدرعي سلام عزبة بن ذيبان سلام ألف المبروك المركز الثاني ذيبة خالد بن راشد بن فاضل الدرعي ألف مبروك حضور مميز في هذا الشوط إذا تابعنا هذا الشوط والسيارة تغادر مع عزبة بن ذيبان مخيفة لمعة بن حميد بن ذيبان الدرعي ألف المبروك حضور مميز بهذا الشوط القوي المركز الثاني الذيب الخالد بن راشد بن فاضل الدرعي من عزبة المكارم المركز الثالث عزايم عزبة بن ذيبان أحمد بن حميد بن ذيبان الدرعي ورابعا مصيحة مطر بن سالم الدرعي في رصيد مصيحة وهذه مخيفة التي تضيف اليوم السيارة الرابعة في رصيدها وفي سجل مشاركاتها القوية في المواسم الماضية اليوم أيضا السيارة الرابعة في الرصيد تهانينا والناموس لجميع الأخوة القائمين
وايضا في هذه العزبة المميزة عزبة يمعة بن حميد بن ديبانة وحميد بن ديبانة الدرعي نوجه له التحية القوية من ارضية الميدان. في هذه اللحظات نصل بكم إلى أيضا تتويج الأخوة الفائزين من المكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي رئيس مهرجان حمر الدروع، ومباشرة إلى المركز الرابع، والمركز الرابع كان من نصيب مصيحة مطر بن سالم الدرعي. ألف مبروك، حضور مميز في هذا الشوط، شوط السيارة. أما المركز الثالث، والمركز الثالث اختار عزايم لأحمد بن حميد بن ديبان الدرعي، حضور مميز في هذا الشوط. في هذه اللحظات نصل بكم إلى أيضا تتويج الأخوة الفائزين. الرابع كان من نصيب مصيحة مطر بن سالم الدرعي، ألف مبروك، حضور مميز في هذا الشوط، شوط السيارة. أما المركز الثالث، والمركز الثالث اختار عزايم لأحمد بن حميد بن ديبان الدرعي، حضور مميز في هذا الشوط. إذن يمعة بن حميد بن ذيبان الدرعي يستلم التتويج في هذه اللحظات. مالك عزايم المركز الثاني، عزبة المكارم ومالك هرام في هذه اللحظات. تهانينا والناموس هذا الحضور المميز في ثالث أماسي هذا المهرجان. أما المركز الأول ووشاح المركز الأول والسيارة غادرت مع مخيفة يمعة بن حميد بن ذيبان الدرعي. تهانينا أيضا لحميد بن ذيبان الدرعي، والتهنية لجميع الأخوة القائمين بعزبة بن ذيبان في رصيد هذه السيارات. اليوم تضيف السيارة الرابعة، وأيضا نذكر بأن السيارة استلامها في يوم الختام من يد راعي الحفل في حفل ختام هذا المهرجان. يمعة بن حميد بن ذيبان الدرعي، ننومس لك أيضا بمناسبة فوز مخيفة في هذا اليوم. تستاهل خير من الله يا نواف، الحمد لله رب العالمين على التوفيق. خبرنا عن مشاركات مخيفة قبل هذا اليوم. مخيفة الحمد لله رب العالمين سجلها حافل، اليوم نضيف السيارة الرابعة في رصيدها، وعندها اشتراكات في أشواط التحدي خارج ميدان حمر الدروع، والحمد لله رب العالمين نتائج طيبة. ونشكر إدارة مهرجان حمر الدروع على رأسهم الشيخ حمد بن مطر الدرعي وكافة اللجان اللي قامين على هذا المهرجان، وبيض الله ويوهم جميعا. شكرا لك يمعة بن حميد بن ذيبان الدرعي، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في قادم المشاركة. جزاك الله خير يا نواف، مشكورين اللجان الإعلامية على تغطية هذا المهرجان وظهوره بأكمل وجه، وجزاكم الله خير ومشكورين. أحسنت. تشكلت حمرة الذي على نهج
جعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطج جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرا شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطج جوايز غاليه ثمنها بحضور جمهور كبير وواسع يوم المحافل فتحت بيبانها إذن في هذه اللحظات نعلن على مسامعكم نتيجة شوط الزمول في شوط الزمول وشوط تنكر قصد من إدارة مهرجان حمر الدروع وفي هذا الشوط تتنافس الزمول كما شاهدنا المنافسة القوية في صباح هذا اليوم والتنكر الذي غادر إلى ولاية صحار عن طريق مرعب الخليج إذن المركز السادس والمركز السادس اختار حامل الرقم واحد جبار صدام بن حمود الدرعي ألف المبروك حامل الرقم واحد ناموس أبو صدام صدام بن حمود بن حبيب الدرعي احتل المركز السادس مالك جبار يحمل الرقم واحد المركز الخامس حامل الرقم اثنين شاهين محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي المبروك حضور مميز المركز الرابع والرابع حامل الرقم اربع مشوش محمد بن راشد بن فاضل الدرعي عزبة المكارم المبروك حضور مميز يتبقى من المثلث الذهبي روح يا ايضا مالك مشوش الى شبك رقم اربع حامل الرقم اربع توي بالمركز الرابع وين الخامس خامس حامل رقم اثنين روح شبك رقم خمسة اذن يتبقى من المثلث الذهبي ودائما يشتوج بوشحة هذا المهرجان وبمادة الزعفران نخف واحد ونقول المبروك للمركز الثالث ولصاحب المركز الثالث حامل الرقم ثلاثة من بعي معلن حميد بن ذيبان الدرعي ألف المبروك إذن يتبقى أمامنا المركزين الأول والثاني في شوط
وكافه المنطقه تنقل رصد من اداره مهرجان حمر الدروع من المكرم الشيخ حمد بن مطر الدرعي، ايضا اهتماما لهذه الفئه فئه الانتاج بنوك المستقبل، ايضا فحول المستقبل وبنوك الانتاج هنا بئس الهود من عيشه وجمهوره يشارك. يا في رصيده سبع سيارات، تحيه لك يا بن عيشه، تحيه لك يا احمد بن حمد بن حميد الدرعي بالرقم 6 يشارك في هذا الشوط. الله جمهور ملتهي في هذا المساء. بالرقم 5 شاهين حفر علي بن حمود بن محمد الدرعي يشارك في هذا اليوم لياخذ او يختطف هنا التنكر الجائزة الأغلى في هذا اليوم. ونقول وين راح السلام؟ وين راح السلام؟ جمهور بن عيشة وين؟ جمهور بن عيشة سلود بن عيشة يبحث عن السيارة الثامنة اليوم، يبحث عن الرصيد المميز، يبحث عن التميز. وشاهين حفر أيضا حاضر بكل قوة. ونقول الناموس والسلام ووشاء هذا المهرجان. وين غادر؟ وين غادر السلام؟ شاهين حفر، شاهين حفر، شاهين حفر، ولا سلود بن عيشة؟ ألف ألف مبروك والناموس والسلام سلود بن عيشة. ألف المبروك لك يا أحمد بن حمد بن حميد الدرعي. ألف مبروك لمالك سلهود أحمد بن حمد بن حميد الدرعي. والمركز الثاني كان من نصيب شاهين حفر علي بن حمود بن حمد الدرعي. في هذه اللحظات ندعو الفاضل عبد الله بن حارب الدرعي لتسليم الأخوة الفائزين وتتويج الأخوة الفائزين في هذا الشوط. المركز السادس، المركز السادس جبار صدام بن حمود بن حبيب الدرعي. ألف مبروك ويلف يا أبو صدام. تعال صدام، صدام هني 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 مع حبيب إذا محمود بن حبيب الدرعي يستلم التوفيق في هذه اللحظات. تهانينا لمالك جبار صدام بن محمود بن حبيب الدرعي من فاز بالمركز السادس. ننتقل الى المركز الخامس. المركز الخامس، المركز الخامس شاهين محمد بن سعيد بن خليفه الدرعي. اخوي سمحوا إذن المركز الرابع، الرابع مشوش محمد بن راشد بن فاضل الدرعي. غير مميز عزبة المكارم في هذا اليوم في الأشواط القوية. أما المثلث الذهبي وهو لو شحت هذا الشوط غادر من نصيب منبع يمعى بن حميد بن ديبان الدرعي. المركز الثاني ووشاع المركز الثاني كان من نصيب شاهين حفر علي بن حمود بن محمد الدرعي. المركز الأول
تشكلت حمر الدروع ألوانها وتزينت الأعلام في مدانها في عامها السابع بأحلى طبع في عز دار وفي درى سلطانها في ظل سلطان المكارم هيثام اللي حمى عز البلاد وصانها بوذي اليزن وابن السلاطين الذي على نهج قابوس عن حصانها رغم التعزم الاقتصادي والوباء تعلو على وفق العلا بنيانها رجالها مثل الجبال وكل ما تأتي العواصف ما تهز أركانها هذه عمان العرب راس الهما شمس الجزيرة تشرق صايل للجمايل كانت يا معتلو فظهورها شجعانها واليوم في خير ونعيم وحشمه مكرمات في ربوع اوطانها تطلب غالي زعفران رقابهن وتعطى جوايز غاليه تثمانها بحضور جمهور كبير واسع يوم المحافل فتحت بيبانها تشكلت حمرت